بسم الله الرحمن الرحيم. كل واحد يفتح لي على رسمة trigonometric functions اللي رسمناها المرة الماضية. بدنا نحاول نستفيد أو نطلع من خلال الرسم بعض الشغلات الأساسية المتعلقة بالtrigonometric functions. طلع لي في الرسمة كويس، طلع لي في رسمة كوساين الإكس وسك الإكس في الأول، كوساين الإكس وكذلك مقلوبها لسك الاكس. شو رايك في رسمه الكوساين الاكس؟ هل هي متماثله بالنسبه لمحور واي؟ يعني هل الرسمه اللي على يمين محور واي زي الرسمه اللي على شمال محور واي بالضبط؟ يعني طيب ممتاز. لو كان المنحنى متماثل بالنسبه لمحور واي يبقى الداله ايش بنسميها؟ ايفن فانكشن. بناء عليه كوساين الاكس از ان ايفن فانكشن. طلع لي للسك الاكس اللي هي مقلوب الكوساين، برضو الرسمه اللي على يمين محور واي زي الرسمه اللي على شمال محور واي، مظبوط؟ يبقى بناء عليه كذلك سك الاكس از ايفن فانكشن. تمام التمام. الان ضايل مين عندنا؟ الاربع نسب الاخرى اللي هي مين؟ ساين الاكس، تان الاكس، كوتان الاكس، كوسيكانت الاكس. الاربع نسب الاخرى طلع لي في الرسومات تبعتهم، شوف لي هل هي متماثله بالنسبه لنقطه الاصل ام لا. بمعنى لو رسمت اي خط يمر بنقطه الاصل بيكون بعد اي نقطه على الناحيه هذه زي البعد من الناحيه الثانيه ام لا؟ مين اللي بتعترض عليها؟ مقلوب الجيب. مقلوب الجيب اللي هو مين؟ كوسيكن. اخر واحده مظبوط. ارسم اي خط يمر بنقطه الاصل، خط اللي يعجبك وشوفها متماثله بالنسبه له ولا لا. اي نقطه على منحنى الكوسيكن من الناحيه هذه واي نقطه على منحنى الكوسيكن من الناحيه المناظره لها نفس البعد ولا لا؟ يبقى عندك الأربعة نسب أو الأربع نسب الأخرى كلها R odd functions. تمام. يبقى النسب المثلثية الستة تنتين منهم even وأربعة odd. الكلام اللي بنقوله بدنا نروح نسجله ونشوف ما هو المعنى الرياضي له. يبقى باجي بقول from the graph of the trigonometric functions we have. النقطة الأولى كوساين الاكس اند سك الاكس ار او ذا جراف ار سيمتريك اباوت ذا واي اكسس بالنسبه لمحور واي. ذات از اي ان لما تبقى الكوساين ايفن يبقى كوساين لسالب اكس شو بدها تساوي؟ تعريف الايفن فانكشن كوساين الاكس اند سيكانت لسالب اكس بده يساوي سيكانت مام سيكانت الاكس. يبقى بناء عليه من الان فصائل التنتين هذول ايفن يبقى الكوساين لما تأثر على سالب اكس يساوي تأثير الكوساين على الاكس، وكذلك تأثير السكنت على سالب اكس يساوي تأثير السكنت على مين؟ على اكس. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية شو قلنا؟ هذول سيمتريك اباوت ذا واي اكسس. ذات از يعني هذا بده يعطي لك انه كوساين الاكس اند سك الاكس ار ايفن فانكشنز. يبقى هذول دوال زوجيه. الان بدنا نيجي لمين؟ لساين الاكس وكذلك تان الاكس وكذلك كوتان الاكس اند كوسيكانت الاكس ار سيمتريك about the origin. That is
يبقى هذول symmetric about the origin that is sin x وtan x وcotan x and cosecant x are odd functions. هذا شو بده يعطي لك؟ هذا بده يعطي لك ما ياتي: sin لسالب x بده يساوي sin x، tan لسالب x بده يساوي tan x، cotan لسالب x يساوي cotan x، and cosecant لسالب x يساوي cosecant x. هذا استقينا. طب ساين لا عفوا، ساين الاكس يساوي سالب ساين الاكس، وتان الاكس يساوي سالب تان الاكس، وكوتان لسالب اكس يساوي سالب كوتان الاكس، وكوسيكنت لسالب اكس يساوي سالب كوسيكنت الاكس. هذا معنى مين؟ معنى الاود فانكشن. يبقى النسب المثلثية الستة تنتين even وأربعة odd. يبقى كوساين لسالب x هو كوساين الاكس، سيكنت لسالب الاكس هي سيكنت الاكس، ساين لسالب x بسالب ساين الاكس، تان لسالب x هو سالب تان الاكس، كوتان لسالب x هو سالب كوتان الاكس، كوسيكنت لسالب x هو سالب كوسيكنت الاكس. الآن بدنا نربط القديم بالجديد، يعني بدنا نعطي أمثلة على المسائل اللي وقتاش بتكون الدالة even وقتاش بتكون الدالة odd، وبدنا ندخل فيها النسب المثلثية اللي عندنا. يبقى بدنا نعطي مثال توضيحي على ذلك. يبقى example، المثال بيقول ما يأتي: determine whether the following functions are even, odd or neither. هل هي even ولا odd ولا لا even ولا odd؟ نمرة ايه؟ بدنا ناخذ الدالة f of x يساوي x تربيع كوساين 2x. مشان نحكم على هذه الفانكشن يبقى بنيجي بنشيل كل x وبنحط مكانها مين؟ سالب x. يبقى بدنا نيجي ناخذ f of سالب x، يبقى هذه السالب x الكل تربيع كوساين 2 في سالب x. هذه بدها تساوي x تربيع itself، وهذه كوساين لسالب 2x. الآن الكوساين even، يبقى سالب الزاوية هذه بتطير وضل بس مين؟ الزاوية. يبقى هذا الكلام بده يعطينا x تربيع في كوساين 2x. ليش؟ لأن الكوساين is an even function. كوساين لسالب الإليمنت بده يساوي كوساين الإليمنت itself. هذه هي عبارة عن رأس المسألة اللي عندنا. يبقى هذا بده يساوي ال f of x itself. يبقى معنى هذا الكلام إنه الدالة هذه مالها؟ is even function. ال f of x يساوي x تربيع في كوساين 2x is an even function. طيب نيجي ناخذ كمان function أخرى، نمرة b، ال f of x يساوي من absolute value لx زائد sin square x كله مقسوما على الجذر الثالث لإكس.
هذه بدها تساوي او بدي اخذ الاف اوف سالب اكس، يبقى سالب اللي هو الاكس كله كابسوليوت فاليو زائد ساين تربيع لسالب اكس على الجذر الثالث لسالب اكس. هذا الكلام بده يساوي اظن من خواص الابسوليوت فاليو، هذا بتعطينا ابسوليوت فاليو لاكس كما هي. هذه باجي بقول هيك، طلع لي كويس، لما اقول ساين سكوير اكس اليست هي ساين اكس الكل سكوير؟ تمام التمام. يبقى هذه الساين اود، يبقى لما اقول ساين لسالب اكس الكل تربيع، يبقى سالب ساين اكس الكل تربيع. اذا هذه مربعة شو بده يعطيني؟ ساين تربيع الاكس، يبقى هذه زائد سالب لساين اكس الكل تربيع على هذه الجذر الثالث. السالب واحد هذه اليست هي سالب واحد الكل تكعيب في اكس ولا اختلفت؟ سكت الشعب. مش هي بالضبط، بس هذا مين؟ الجذر الثالث. طب كتبتها هيك ليش؟ كذا مشان بس بدي اوضح لك انه السالب هذه تبقى كما هي. طيب هذا الكلام بده يساوي ابسوليوت فاليو لاكس، هذه لما نربعها بيطير السالب بصير ساين سكوير اكس، هذه يساوي سالب الجذر الثالث لاكس. سالب واحد الكل تكعيب طلعها برا الجذر، تطلع السالب برا الجذر، بضل الجذر الثالث لمين؟ لاكس. ممكن اخذها هذه السالب عامل مشترك من الكل ويبقى عندي في الداخل ابسوليوت فاليو لاكس ساين تربيع الاكس، وين الجذر الثالث لاكس؟ سؤال هو المقدار بين القوسين مش هو عبارة عن اصل المسألة اللي فوق؟ يبقى بدي اشيله واحط بداله اف اوف اكس، وشرط السالب هيها برا، يبقى سالب اف اوف اكس. يبقى بناء عليه اف اوف سالب اكس صارت عندي مين؟ سالب اف اوف اكس. معنى هذا الكلام انه الداله اف مالها؟ اود فانكشن. يبقى سو الاف از ان اود فانكشن. نمره سي، الاف اوف اكس يساوي واحد زائد تان اكس زائد اتنين باي على مين؟ على سك الاكس ناقص اتنين باي. بدي اشوف هل هذه الدالة ايفن والله اود. اظن بقدر اكتب الدالة هذه بشكل الطف شوية من الشكل اللي قدامي. هذا باجي بقول هذه عبارة عن واحد زائد هذه اكس زائد اتنين باي، قديش البيريود تبعت التام؟ باي. طيب يبقى بقدر احذف باي ومضاعفاتها، اتنين باي وتلاتة باي وعشرة باي كله بقدر احذفه، ما عنديش مشكلة انه هذه البيريود تبعت التام. اذا هذه بالضبط هي واحد زائد تان الاكس على البيريود للسك قديش؟ 2 باي. يبقى احذف والله اضيف لن تغير في القيمة. اذا هذه لو اضفت لها 2 باي قديش بتضل؟ سك الاكس فقط لا غير. يبقى هذه صارت سك الاكس، يبقى صارت مسألتي بالشكل قدامنا هذا. يبقى انا لسه الخطوة الاولى حطيت المسألة في شكل جديد مكافئ للشكل الاول. بدي اروح اخذ اف اوف سالب اكس يساوي واحد زائد تان لسالب اكس على سكند لسالب اكس ويساوي واحد. التان اود والله ايفن، اود يعني السالب هذا ماله؟ اطلع برا. يبقى هنا سالب تان الاكس السك ايفن الحالة الأولى،
يبقى هذا على سك الاكس. هل هذا هو رأس المسألة اللي عندنا؟ لا. يبقى هذا لا يساوي f of x. يعني المسألة هذه ما لها not even لسه القد برفاش. صار f of سالب x لا يساوي f of x. يبقى كل اللي بقدر أقوله إنه دالة not even. باجي بقول يمكن تكون odd. يمكن تكون odd بقول له يساوي. بداخد إشارة سالب من البسط عامل مشترك. يبقى لو أخذت إشارة سالب من البسط عامل مشترك بضل ناقص واحد زائد تان الإكس على المقام اللي هو سك الإكس كما هو. يبقى هل المقدار بين القوسين هو الدالة الأصلية اللي هناك؟ لا برضو ما هو شو. يبقى كمان لا يساوي سالب f of x. يبقى الدالة مالها not odd. بناء عليه الدالة هذه is neither even nor odd. يبقى سوى ال f is neither even nor odd. يبقى لا هذا ولا ذاك. هلا ولكن الآن بدنا نيجي لآخر النقطة في هذا السكشن واللي هي عبارة عن trigonometric identities المتطابقات المثلثية. وهذه غالبكم كانوا بتضايقوا منها وهم في المرحلة الثانوية، وحنعرضها لك إن شاء الله بطريقة سهلة ومبسطة ويسيرة. خلي بالك معنا. يبقى بداجي لأول متطابقة من هذه المتطابقات، أظن فيش واحد فيكم بجهلها، زائد كوساين تربيع الإكس بواحد، كلنا بعرفها هذه مظبوط؟ فيش واحد بعرفهاش. طيب يبقى لو جيت للمتطابقة الأولى كوساين تربيع الإكس زائد ساين تربيع الإكس يساوي واحد، ايش رايك هذه حطلع منها متطابقتين اخرين منها؟ مره بدي اقسم على كوسين تربيع ومره بدي اقسم على ساين تربيع بطلع تنتين، يبقى بصيروا قديش؟ ثلاثه. لكن الثلاثه في الحقيقه هما واحده فيش غيرها، تمام؟ اذا لو قسمت على كوسين تربيع قديش بيطلع عندي هنا؟ واحد. ساين تربيع على كوسين تربيع اللي هي مين؟ تان تربيع الاكس. واحد على كوسين تربيع هي مقلوب السك، يبقى سك تربيع الاكس، تمام؟ ما حدش احسن من حد. زي ما قسمت على كوسين تربيع بدك تروح تقسم على ساين تربيع، بصير كوسين تربيع على ساين تربيع، يبقوا تان تربيع الاكس زائد واحد يساوي واحد على ساين تربيع اللي هو سكن تربيع الاكس. يبقى هي عندي صار عندي ثلاث متطابقات مثلثية، لكن في الحقيقة هذه واحدة بس، تنتان بجيبهم بسهولة الباقي اقسم وانها اجت معك دغري. طيب ننتقل الى المتطابقة الثانية. كنت زمان علموكم شولة، بقول لك جاء الف زائد باء، جاء الف زائد باء، جاء الف جتا باء زائد جتا الف جاء باء. نبدأ بجاء وجتا وبعدك بنقلب اللي كانت جاء بنخليها جتا واللي كانت جتا بنخليها جاء، مش هيك علموكم؟ احنا نفس القصة بس حنقول لك ساين وكوساين. يبقى بدي اجي لميم لا ساين الاكس زائد الواي يساوي ساين الاولى كوساين الثانية. يبقى هاي ساين الاكس في كوساين الواي، الإشارة هذه الزائد اللي بعد الزائد،
اللي كانت ساين بدي اخليها كوساين، واللي كانت كوساين بدي اخليها ساين، يبقى كوساين الاكس في ساين الواي. تمام، يبقى ساين الاكس زائد واي يساوي ساين اكس كوساين واي زائد كوساين الاكس في مين؟ في ساين الواي. هذه لو كان زائد، طب لو كانت ناقص بصير هذه ناقص زي ما يبقى الزائد بقابلها زائد والناقص بقابلها ناقص في حالة مين؟ الساين. طب لو جيت لكوساين اكس زائد واي، جتا الف زائد باء، بقوا يقولكوا جتا جتا ناقص جا جا، مزبوط. يبقى هنا بقول له كوساين الاكس في كوساين الواي ناقص ساين الاكس في ساين الواي. الإشارة هذه عكس الإشارة هذه تماما في حالة الكوساين، مش زي الساين، الساين الإشارة أفقية، في حالة الكوساين الإشارة مخالفة تماما. طب لو كانت هذه ناقص بصير هذه زائد، تمام. طيب نيجي بعد هيك تان الإكس زائد الواي، ضاء ألف زائد باء يساوي ضاء ألف تان الإكس زائد تان الواي على واحد ناقص تان الإكس في تان الواي. ضاء ألف زائد باء يساوي ضاء ألف زائد ضاء باء على واحد ناقص ضاء ألف مضروبة في ضاء باء، يبقى هذول المضروبات في بعض ضرب. طلع لي هنا زائد زائد المقام ناقص. طب لو كانت هذه بالناقص بصير هذه ناقص وهذه زائد، تمام. يبقى هذه المتطابقات الأساسية اللي تعلمناها في المرحلة الثانوية أو في المراحل الثانوية الثلاث سنوات، وإحنا بنكرر نفس الكلام هو في الشريرو. ومن هنا أنا بقول لك إنه حساب المثلثات مثل ملح الطعام، لا يستغنى عنه في كل فروع الرياضيات المختلفة، كما أن الملح لا يستغنى عنه بالنسبة للطعام. طيب من هذه بدي أطلع أشياء كثيرة جدا، فبدي أروح الآن لنمرة ثلاثة، أو قبل ثلاثة بدي أجي أقول له لو كان الإكس يساوي الواي إيش بيحصل؟ لو كان الزاوية اللي عندنا هذه قد الزاوية هذه بالضبط تماما، ويجت نحصل على ما يأتي. بدي أجي لنمرة ثلاثة الآن، إكس تساوي واي يبقى مجموعهم قد إيش؟ 2X، يبقى بصير عندي ساين 2X يساوي ساين الاكس كوساين الاكس زائد كوساين الاكس ساين الاكس، هذه هي هذه، يبقى قديش؟ 2. يبقى بصير 2 ساين الاكس كوساين الاكس. يبقى بناء عليه هذه القاعدة ساين 2 الاكس يساوي 2 ساين الاكس كوساين الاكس. اللي بيحصل عند الشباب انه بيفهم هذه فهما جامدا. كيف يعني فهما جامدا؟ يعني بقول لك هذا انا مش حافظ غيره، لكن هذا انا بقدر اطوعه حسب المسألة اللي عندي زي ما بدي. فمثلا لو كانت هذه الساين 6x، 6x مش 2x، طلع 2 هذا القاعدة تبعت القانون، والزاوية اللي جوا هنا النص الزاوية اللي برا. يبقى لو كانت هذه الساين 6x بقول له 2 ساين 3x كوساين 3x، عادي جدا. لو كان ساين 10x يبقى بقول له 2 ساين 5x كوساين 5x. طب لو كانت هذه ساين الاكس فقط يبقى بصير 2 زي ما هي ساين اكس على 2 كوساين اكس على 2، يعني الساين نص الاكس في كوساين نص الاكس، الزاويه اللي جوا نصف الزاويه اللي برا. تفضل. مالها هذه؟
هذا زائد، يبقى هذا زائد اللي تحت ناقص، هذه ناقص، يبقى هنا ناقص، هذه زائد عكسها تماما. البسط زي بعضه والمقام مخالف في الإشارة، تمام. طيب نروح نكمل باقي شغلنا. يبقى أنا بدي أستخدم هذا القانون أو هذا أو هذه القاعدة متى لزم الأمر، يعني حسب طبيعة المسألة اللي عندي بدي أحور هذا زي ما بدي حسب نوع المسألة اللي موجودة عندي، مش هذا جامد ملوش لحلحة، لا بتلحلح زي ما بدك حسب طبيعة المسألة. يبقى هذه النقطة اللي هي ساين 2x، بدنا نروح لكوساين 2x، يعني لو الاكس ساوت الواي يبقى ايش بصير عندي هنا؟ كوساين 2x. شوف ايش بصير، بصير كوساين x كوساين الواي، يعني كوساين x في كوساين x، يعني كوساين تربيع x، ساين x ساين x يبقى ساين تربيع x. إذن هذه ها بصير كوساين تربيع x ناقص ساين تربيع x، تمام. اصبر شوية يا راجل. يبقى الآن الصيغة الأولى لكوساين 2x باجي على الصيغة اللي عندنا هذه، بشيل كل واي وبحط مكانها اكس، بصير كوساين تربيع ناقص ساين تربيع الاكس. قال يا واحد زي صاحبنا هذا، شو اسمك انت؟ نعم هشام اسماعيل. ياغي هشام ياغي بيقول انا هيك مش عاجبني القاعدة دي ملونة فيها كوساين وساين، قال لي بدي اخليها كلها كوساين. بقول له كيف يعني؟ بقول بديش اشوف خلقة الصين فيها بالمرة. بقول له كيف؟ قال الصين تربيع هذه بدي اجي من فوق واكتبها بدلالة الكوساين. اذا انا بقدر اشيل الصين تربيع واكتب له واحد ناقص كوساين تربيع. طيب هي مسبوقة بناقص، بصير كوساين تربيع بالموجب والواحد بالسالب، اذا بصير هذه 2 كوساين تربيع الاكس ناقص 1، يبقى هذه بصير 2 كوساين تربيع الاكس ناقص 1. من وين جبتوا هذا؟ فروم 1 من الاولى، هذا فروم 1 مش حيالله يعني. ايوه بس اصبر علينا شويه واحده واحده، احنا جايينك. يبقى الآن هذه صارت كوساين 2 إكس لها صيغتان، الصيغة الأولى كوساين تربيع الإكس ناقص ساين تربيع الإكس، الصيغة الثانية 2 كوساين تربيع الإكس ناقص 1. أجا صاحبنا هذا المستعجل، قال شو اسمك أنت؟ أدهم زايد والله زايغ زايد، بده يزود علينا أو يزود علينا ويقول لك في صيغة ثالثة، تمام. بقول له ايش الصيغه الثالثه؟ بقول لي بدل ما خليتها بدلاله الكوساين انا بدي اخليها كلها بدلاله ميم، بدلاله الساين. بقول له ما عندناش مشكله. بقول لي هذه يساوي، قال لي بدي اجي للكوساين تربيع هذه واتخلص منها. بقول له بقول لي بتكتب واحد ناقص ساين تربيع الاكس، بصير ناقص ساين تربيع وناقص ساين تربيع بناقص 2 ساين تربيع، يعني بصير هذه 1 ناقص 2 ساين تربيع الاكس. يبقى صار كوساين 2 اكس لها 3 صيغ. الصيغة الأولى كوساين تربيع الاكس ناقص ساين تربيع الاكس، الصيغة الثانية 2 كوساين تربيع الاكس ناقص 1، الصيغة الثالثة 1 ناقص 2 ساين تربيع الاكس. يبقى ياغي وزايد قالوا لنا في صيغتين غير الصيغة الأولى، قلنا ماشي تمام وكتبنا الصيغ الثلاث، بدنا كوان واحد ثالث غير اثنين، ويقترح علينا اقتراح آخر. في حدا بده يقترح؟ أيوة ايش فرق من الموضوع؟ هذا طبعا فرق من الموضوعين، بصير جذر 2 كوساين الاكس ناقص 1 بجذر 2 كوساين اكس زائد 1. لم ناتي بجديد، انا بدي جديد استعمله وانا بشتغل فيه، اذا ما فيش انا بجيب ها. ايوه
التان 2 اكس. اي احنا السابع هذول يا راجل ما وصلناش التان في هذه يعني بحكي ما هي في جديد. طيب انا من هذول بدي اطلع لك شغله جديده واسميها رقم أربعة. رقم أربعة شوف يا سيدي اطلع لي في هذه كوساين 2 اكس وهذه شايفهم. بدي اودي الواحد على الشقه الثانيه ايش بصير؟ واحد زائد كوساين 2 اكس بدي اقسم كله على 2 بصير عندي مين؟ كوساين تربيع الاكس يساوي النص في واحد زائد كوساين 2 اكس. يعني جبت مربع النسبة المثلثية بواسطة النسبة المثلثية بس ضعف الزاوية. الزاوية اللي جوا قد الزاوية اللي برا مالها مرتين بعكس الساين. كانت الساين الزاوية اللي برا قد اللي جوا مرتين. تمام؟ هذه اللي جوا قد اللي برا مرتين على عكسها تماما. طيب كويس ما حدش احسن من حد. زي ما جبت هذه جبنا الثانية. زي ما جبنا كوساين تربيع الاكس يبقى بدنا نروح نجيب ساين تربيع الاكس يبقى نص في واحد ناقص كوساين 2 اكس. هذه بجيبها على الشقة اليمين، هذه بجيبها على الشقة الشمال وبقسم كله على مين؟ على 2 بكون اللي هو جبنا هذول. لغاية هنا هدول أهم المتطابقات المثلثية اللي بتمر معك في كالكولاس A وكالكولاس B وكالكولاس C والمعادلة التفاضلية والفيزياء واللي مش عارف إيه. كل شغلة تتعلق بالرياضيات هذول هم الأساس. طبعا في أخريات تمام، لكن هذول أهم حاجة بتقابلنا أثناء الشغل. طب نكمل. ها بدنا نروح نيجي لمين؟ لتان. زي ما جبت ساين 2 اكس كوساين 2 اكس بدنا تان 2 اكس، رغم انها نادرة الاستعمال عندنا في الكالكولس. اهم حاجة مين؟ اللي هي الساين والكوساين، لكن بدنا نقولها. اذا لو جيت هنا 5 ورحت قلت بدي تان 2 اكس يساوي، يبقى شلنا واي وحطينا مكان اكس بصير تان 2 اكس، بصير تان اكس زائد تان الاكس باثنين تان الاكس، يبقى باثنين تان الاكس على واحد ناقص تان تربيع الاكس. مش ذات أهمية كثير، ما هياش مهمة عنا كثير. طيب هذه 5 بنيجي إلى 6. 6 يا شباب في عندنا حاجة اسمها قاعدة جيوب التمام، law of cosine. يبقى law of cosine ايش قاعدة جيوب التمام؟ قاعدة جيوب التمام تقول لي لو عندك ثلاث اضلاع في المثلث وبدك تجيب الثلاث زوايا. انت ما عندكش الاضلاع، من خلال الاضلاع بقدر اجيب الزوايا. الزوايا هذه القاعدة اللي بسميها قاعدة جيوب التمام. لو كان عندك أي مثلث شو ما يكون شكله، حاد، منفرج، قائم، إيش ما يكون يكون، هذا مثلث سميت الضلع هذا A، سميت الضلع هذا B، سميت الضلع هذا C، ونفترض إنه هذا محور X وهذا محور Y وهذه نقطة الأصل اللي هي زيرو. أخذنا الضلعين A و B حصروا لي بينهم زاوية، الزاوية هذه سميتها إيش؟ ثيتا. لو بدي أعرف قديش الزاوية ثيتا بقول له هاي القاعدة بتقول لي كوساين ثيتا يساوي، بدي أعلمك الطريقة وبصير بعد هيك تفارغة بسيطة ولا حاجة. وين الزاوية ثيتا هاي؟ أين ضلعيها؟ A و B. يبقى مش أنا أجيب كوساين جيب التمام، بقول مربع الضلع الأول للزاوية زائد مربع الضلع الثاني للزاوية ناقص مربع الضلع الثالث اللي هو قبل الزاوية على 2 حاصل ضرب ضلعيها. يعني ايش باجي بقول؟ A تربيع زائد B تربيع ناقص C تربيع
على 2 اي بي بس صح. يبقى جيب تمام اي زاويه بطلع للضلعين اللي كونوا لي الزاويه، مربع الاول زائد مربع الثاني ناقص مربع الضلع الثالث اللي بيقفل المثلث في اللي بيقفل المثلث على 2 حاصل ضرب ضلعيها. بناء عليه لو بدي اجيب جيب تمام الزاويه اللي فوق بقول له ايه تربيع زائد سي تربيع ناقص بي تربيع على 2 اي سي. لو بدي اجيب جيب تمام الزاويه هذه بقول له بي تربيع زائد سي تربيع ناقص اي تربيع على 2 بي سي. وبالتالي بقيت تسموه في الثانوية حل المثلث، بيعطيك 3 معلومات والله معلومتين، وبدك تجيب باقي المعلومات تبعت المثلث، يعني بدنا نجيب الأضلاع كلها وبدنا نجيب الزوايا كل هذا اسم بقيت تسموه حل المثلث. تمام. طب لو حصل انه الزاوية هذه كانت 90 درجة، 90 درجة بصير جتها 90 بقديش؟ صفر. بده يصير هذا بصفر؟ آه، لأنه في المثلث القائم الزاوية مربع الضلع هذا زائد مربع الضلع هذا بده يساوي مربع الضلع تبقى له فيه ثغورس، إذا بصير البسط قديش؟ صفر على أي رقم يساوي صفر. كلام صحيح. يبقى سواء كان قائم ولا حاد ولا منفرج ما عندنا مشكلة في هذه الحالة. طيب هذا كله كان موجود في الطبعات من الطبعة الأولى وحتى الطبعة الحادية عشرة. أجا في الطبعة الثانية عشرة اللي بين إيدينا وحط للخاصية رقم 7. الخاصية رقم 7 بتقول ما يأتي، بتقول for any angle theta لأي الزاوية ثيتا ميجرد مقاسة بالتقدير الدائري ميجرد ان راديانز بالتقدير الدائري وي هاف. النقطة الأولى، النقطة الأولى بقول لي سالب ابسوليوت فاليو لثيتا أقل من أو يساوي الساين الثيتا أقل من أو يساوي ابسوليوت فاليو لثيتا. النقطة الثانية سالب ابسوليوت فاليو لثيتا اقل من او يساوي 1 ناقص كوساين الزاويه ثيتا اقل من او يساوي ابسوليوت فاليو لثيتا. والكلام هذا رايح مثبته امبرهنهم في صفحه 28. بدك البرهان مر عليه في الكتاب بدكش بلاش، لكن هل لها استعمالات خلال الاسئله او خلال الشغل من شغله؟ ملاش استعمالات بالمرة. أهم حاجة قلت لك لحد هنا من الأول لحد هنا هذا أهم ما يأتي. طبعا في بعض معلومات أخرى عن حساب المثلث مش كده بس بتلزمناش، زي قاعدة الجيم ألف شرطة على جا ألف يساوي با شرطة على جا با يساوي جيم شرطة على جا جيم في أي مثلث تلزمنا في شغلنا؟ تلزمناش. إحنا يبقى احنا هذه اهم حاجة بتمر علينا في قواعد حساب المثلثات. الان بدنا نبدأ ناخد امثلة على كل ما سمعته، وعندنا بدل المثال 4 امثلة وبدنا نيجي نشوف هذه الامثلة. قبل ما نشوف حدا بيحب يسأل اي تساؤل هنا؟ ايوه كيف؟ ملهاش استخدامات عندنا حاليا، بعد ما تتطور ان شاء الله بصير الاستخدامات. الثانية هذه الثالثة في الثانية هذه الاشارة بالزائد، يبقى هذه بالزائد اللي تحت بالناقص، بيدك اياها بالناقص بصير ناقص واللي تحت زائد مخالفة على طول الخط. كيف؟ كيف استنتجناها يعني؟ احنا هذا كله مراجع للي انت اخذته في الثانوية، اما لازم بدي استنتج من جديد هذا كل من الاول. بدي ارسم لك دائرة واقول لك هاي المحاور واخذ نقطة على محيط الدائرة واقول لك هذا اكس وهذا واي وهذا نصف القطر ويلا ربع الكوساين والساين بيطلع عندك قديش؟ بديش هذا الكلام، هذا انا ما بضيع وقتي في معلومات عتيقة وبايتة بالنسبة لك، انا كله بذكرك اياه تذكير.
ايش لازم عنا كيف مش سامع لسه مش بقول نمرة واحد نمرة اثنين غريب جدا ايوه مالها هاي اربعة جبناها من وين جبناها من هذه مرة اخذت كوساين اثنين اكس مع اثنين كوساين تقريبا الاكس ناقص واحد نقلنا واحد على الشقة الثانية وقسمنا على اثنين والثانية من الثانية خلاص ايوه لو كانت كوساين الأربعة إكس بتكون نصف الزاوية؟ سؤال وجيه جدا بيقول افترض هذه عندك كانت كوساين أربعة إكس بصير كوساين تربيع اثنين إكس ناقص ساين تربيع اثنين إكس ويساوي اثنين كوساين تربيع اثنين إكس ناقص واحد واحد ناقص اثنين ساين تربيع اثنين إكس وهكذا يعني أنت بتقدر تشتغل بالقاعدة هذه زي ما بدك طيب نبدأ نأخذ أمثلة على كل ما سبق وهعطيك أمثلة حتى في الكتاب ما فيش زيها يبقى example one example 1 بيقول لي find the domain and range of the following functions نمرة A f of x يساوي الجذر التربيعي لكوساين تربيع ال x نمرة B f of x يساوي واحد ناقص كوساين ال x نمرة C f of x يساوي واحد زائد تان تربيع الاكس خلي بالك هنا السؤال بيقول معطيني مجموعة من الدوال وطلب الدومين والرينج كل دالة من هذه الدوال وهذا ربط لهذا الموضوع بأول موضوع أخذناه لو سكشن واحد واحد أول كلمتين بعد ما عرفنا الفانكشن وروحنا نجيب الدومين والرينج إحنا بدنا نجيب الدومين والرينج للدوال المثلثية المختلفة زي ما أنت شايف كل سؤال من هذه الأسئلة يحتوي على دالة مثلثية إذا بدي نمرة إل F of X بدي أحاول أكتبها بشكل جديد الجذر التربيع لكوساين تربيع الاكس يبقى هو عبارة عن ابسوليوت فاليو لكوساين الاكس لانه الجذر التربيع لاكس تربيع بطلع لي ابسوليوت فاليو اذا هذا ابسوليوت فاليو لكوساين الاكس بدنا الدومين بتبع الدالة اف السؤال هو هل هناك قيمة بتخلي هذه الدالة ما هيش معرفة لا يبقى هذه من عندي سالب انفينيتي الى انفينيتي بدنا الرينج للدالة اف ويساوي الكوساين من سالب واحد الى واحد اخذنا ابسوليوت فاليو بضل عندي سالب يبقى من صفر الى واحد يبقى هذه من زيرو الى واحد ممكن اجيب لك سؤال زي هذا في الخيارات المتعددة اقول لك بدي الرينج لابسوليوت فاليو لكوساين الاكس منقدح انت في ذهنك انه الكوساين من سالب واحد الى واحد بتروح بحطها من ضمن الاجابات ها طبعا اللي فاهم كويس بقول لك ابسوليوت بطلع ليش قيمة سالبة دائما وابدا بطلع قيمة موجبة يبقى من سالب واحد لغاية الزيرو بتطير بصير موجبة بقى بضلش من وين لوين من زيرو لواحد
والله هذا خلى في بالي يطرأ بالي سؤال، هذا السؤال جبناه أعتقد العام الماضي أو اللي قبله. السؤال بيقول بدي البيريود لأبسوليوت فاليو لكوساين الإكس، اللي بعرف يرفع يده فوق. خليني أربط المحاضرة الماضية بالمحاضرة، بدي قديش البيريود لهذه الدالة؟ أيوة باي على اثنين، يعني نص باي. وجهة نظر هذا وجهة نظر أخرى بتقول لي باي باي ها باي ونص الوسط ها أيوة، أو كما قال أيوة اللي بقى أقول يرفع يده فوق. أيوة عليك في الآخر قديش؟ مش سامع. أي عدد على اثنين؟ أي عدد سالب؟ فردي؟ يعني ثلاثة باي على اثنين أو خمسة باي على اثنين؟ يعني البيريود هذه بتمغط زي ما بدي؟ والله البيريود قيمة ثابتة. دائما أنا بسأل البيريود بتمغط هذه كل يوم تبقى في لون والله لون واحد؟ يبقى يا صاحبي إجابتك هذه لا محل لها منها. شو اسمك أنت؟ مش سامع. مهند ايش؟ ها تمام. يبقى البيريود للكوساين قديش؟ باي فقط لا غير. رسمة الكوساين اللي عندك لما اخذ لها الابسوليوت فاليو كل اللي كانت تحت تنقلب وتصير ايه؟ وتصير فوق، وبالتالي الكوساين بصير كله فوق، ما عنديش رسمة تحت. تمام. يبقى البيريود بصير قديش؟ باي فقط زي ما قال هشام ياغي هذا. تمام. وزي ما قال صاحبنا هناك يبقى البيريود تبعها يساوي باي فقط. بحطك في الامتحان جبتها قبل هيك باي على اثنين وباي وثلاثة باي على اثنين واثنين باي، او باي على اثنين وباي واثنين باي ونن اوف ذا اباف، ويلا حط لي خط تحت الإجابة الصحيحة. يبقى دير بالك من هذا الكلام، هذا يدل على الذكاء وعلى الفهم. مش تيجي يقول لك كوساين خلاص ما احنا عارفينها اثنين باي، يبقى اثنين باي ويمشي. طيب هذا كلام خاطئ. نيجي للنمرة بي. نمرة بي بدي الدومين للدالة اف. سؤالنا هو هل هناك قيمة الدالة هذه ما هياش معرفة عندها؟ في نهائي. طيب يبقى هذه من سالب انفينيتي الى انفينيتي. واحد مهندس يعني مخه نظيف فكر وقال لي انا بدي اطلع الاجابه هذه، بقول له كيف؟ قال لي هذا الواحد يعتبر فانكشن ثابته. قلت له صحيح، الدومين تبعها من وين لوين؟ كل الريال لاين. وهذه الكوساين الدومين تبعها مين؟ كل الريال لاين. والدالتين هذول مطروحتين من بعض طرح، واحنا اخذنا انه دومين الفرق بين دالتين هو دومين المجموع ما بين دالتين هو دومين حاصل ضرب دالتين، وهو الانترسكشن ما بين التو دومينز. مظبوط. يبقى من سالب انفينيتي لانفينيتي التقاطع مع سالب انفينيتي لانفينيتي بيعطيني مين؟ سالب انفينيتي لانفينيتي اللي احنا قلنا عليها. يبقى ما عندي مشكلة. واحد فكر زي هيك بطريقة ثانية، بدي اجي اقول له بدي الرينج للدالة اف يساوي، يبقى بدنا الواحد ناقص كوساين الاكس. قديش الرينج من وين لوين؟ من صفر للاثنين. متأكدين؟ طب الكوساين تاخذ قيمة سالبة. ممتاز جدا. يبقى لو الكوساين اخذت اقل قيمة لها قديش؟ سالب واحد. مع السالب ايش بتصير؟ موجب واحد وواحد اثنين. لو اخذت اقصى قيمة لها اللي هي قديش؟ واحد. بصير واحد وواحد ناقص واحد، بضل باقي القيم كلها تتأرجح ما بين الزيرو واثنين. يبقى الرينج من عند الزيرو لغاية مين؟ لاثنين. بدنا نيجي لنمرة سي. بدنا دومين الدالة اف ويساوي، في قيمة هنا الدالة ما هياش معرفة عندها، في اللي هي مين؟
ممتاز. يبقى خليني أطرح السؤال بطريقة أخرى، هل دومين التان تربيعي يختلف عن دومين التان؟ في اختلاف؟ فيش اختلاف بالمرة. الدومين بتكلم مش الرينج، أنا بتكلم على الدومين. دومين التان هو دومين التان تربيع، لأنه التان تربيع تعني دومين التان انترسكشن دومين التان، حصل ضرب دالتين يبقى دومين تبع الانترسكشن ما بين الاثنين، يعني دومين الانترسكشن مع نفسه يبقى نفسه، تمام؟ طيب جبنا دومين التان، واحنا عندنا كمان واحد، الواحد من سالب انفينيتي لانفينيتي، ودومين التان احنا عارفينه واخدناه قبل هيك، الانترسكشن من حيعطيني دومين التان، يبقى هذا بده يعطيني كل الريال لاين ما عدا ان باي على 2 حيث ان اود، مش هيك اخذناه قبل هيك؟ يبقى هذا بده يعطيني كل الريال لاين، بدي اشيل منه زائد او ناقص ان باي على 2 والان از اود، الشكل اللي عندنا هذا، تمام؟ طيب هذا مين؟ هذا الدومين، بدي الرينج بتبع الدالة اف، ممكن ياخذ قيمة سالبة رينج الدالة هذه؟ ممكن في يوم من الأيام ياخذ سالب؟ لأنه تان تربيع مربع زائد واحد يبقى عمره ما حياخذ قيمة سالبة. طب التان تربيع بياخذ صفر؟ تان تربيع بياخذ زيرو؟ بياخذ زيرو. المنحنى الثاني يمر بنقطة الأصل، المربع زيرو بزيرو زائد واحد يبقى فيها واحد، يبقى أقل قيمة تأخذها الدالة هذه قديش؟ واحد، وأكبر قيمة إنفينيتي، لأنه التان تربيع بتأخذ كل التان بتأخذ من سالب إنفينيتي إلى إنفينيتي، لما تربعها بتبطر تصير سالب، بصير كله موجب من زيرو إلى إنفينيتي، زائد واحد بصير من واحد إلى إنفينيتي، يبقى هذا الرينج بده يصير من عند الواحد كلوزد ولغاية إنفينيتي، مش زي الدالتين الأولتين من زيرو لواحد ومن زيرو لاثنين، وإنما من واحد لغاية إنفينيتي. هذا هو المثال الأول. بدنا نيجي للمثال رقم 2، شكل عندنا شوف يا سيدي، المثال رقم 2 بيقول ما يأتي. write the following، write the following functions in terms of sine الx and cosine الx، واكتب لي الدلالة التالية بدلالة الساين والكوساين. نمرة A، بدنا ساين لثلاثة باي على 2 ناقص الاكس، اذا بتقدر تكتبها بدل الساين الاكس لحالها ما عندنا مشكلة، كوساين الاكس لحالها ما عندنا مشكلة، بدلة الساين والكوساين مع بعض برضو ما في مشكلة، هل اللي تقدر عليه اكتب لي هذه الدالة ايبو، باجي بقول له والله كويس 3 باي على 2 هذه 270، يعني اقل من البيريود بتبعت الساين، مظبوط؟ اقل منها، بقول له بسيطة، إذا هذه بقدر أفكها دغري، واجي بقول له ساين 3 باي على 2 كوساين الإكس، اللي شرح هذه بالناقص يبقى بالناقص، كوساين 3 باي على 2 في ساين الاكس، هذا الكلام يساوي قديش؟ جيب ال 270 سالب واحد في كوساين الاكس يبقى سالب كوساين الاكس، جت ال 270 بزيرو يبقى راحت، يبقى ظل الجواب بس سالب كوساين الاكس. نمره ب، بدنا الدالة اللي هي كوساين 3 باي زائد اكس،
بقول له البريود للكوساين قديش؟ 2 باي. يبقى انا بقدر اشيل 2 باي من مسالتي بالمره، بقدر اتخلص منها. يبقى هذه عمليا هي كوساين باي زائد اكس. السبب انه البريود للكوساين 2 باي، يبقى اهملت البريود هذه اللي هي 2 باي، بضل عندي بس باي. بقول له هذه بفكها زي اللي فوق، يبقى كوساين باي كوساين الاكس ناقص ساين الباي في ساين الاكس ويساوي كوساين 180. هذه بقديش؟ بسالب 1. في كوساين الاكس بسالب كوساين الاكس. ساين 180 بزيرو، يبقى طار الزيرو. طلعوا الاجابتين هذول مالهم زي بعض. كان بامكاني اصيغ السؤالين بسؤال واحد واقول لك شو ذات انه ساين 3 باي على 2 ناقص الاكس يساوي كوساين 3 باي زائد اكس. ايوه، ايش بدك تسال هناك؟ كوساين باي زائد اكس هو كوساين باي كوساين باي كوساين اكس ناقص ولا بالمعنى؟ الاشاره اللي هنا في حاله الكوساين عكس الاشاره اللي هنا بالضبط تمام، في الساين زي بعض. طلع عندك، كتبناه قبل قليل تمام. يبقى النتيجة يساوي سالب كوساين الاكس. نيجي نمرة سي. نمرة سي بدنا 1 على تان الاكس زائد كوتان الاكس. بدنا نعرف هذه قديش تساوي بدلالة مين؟ الساين والكوساين. مشان نعرف حولها الى ساين وكوساين. يبقى هذه تساوي 1 على ساين الاكس على كوساين الاكس زائد كوساين الاكس على ساين الاكس. هذا 1 على، وهذه بدي اوحد لها المقامات. يبقى بصير ساين الاكس في كوساين الاكس، على هذه بضل ساين في ساين بساين تربيع الاكس زائد هذه على هذه بضل كوساين بكوساين تربيع الاكس تمام. يبقى هذه لو قلبتها ايش بتصير؟ ساين الاكس في كوساين الاكس، ساين تربيع زائد كوساين تربيع له بقديش؟ بواحد. يبقى النتيجة ساين الاكس في كوساين الاكس، هيها كتبتها بدلالة الساين والكوساين. واحد قال لي انا بدي اكتبها بدلالة مش ساين اكس، ساين 2 اكس. بقول له فيش مشكلة، اضرب في 2 واقسم على 2، يبقى بصير نص 2 ساين الاكس كوساين الاكس اللي هي بساين 2 اكس، يبقى نص ساين 2 اكس. بس مش هذا المطلوب. المطلوب قال لي اكتبها بدلالة مين؟ الساين والكوساين. يبقى بخليها زي ما هي بالضبط تماما. طيب هذا نمرة سي، بدي اجي لنمرة دي. يبقى نمرة دي بيقول لي كوساين تربيع اكس على 2. يعني انا بدي اتخلص من مين؟ من الاكس على 2، واكتبها بدلالة مين؟ كوساين الاكس او ساين الاكس اللي تقدر عليه اللي تشوفه. بقول له هذا الكلام يساوي، طلع لي في نمرة 4 عندك من المتطابقات قبل شوية. يبقى هذه بقدر اكتب عليها نص في 1 زائد كوساين قد هذه مرتين، يبقى 2 في اكس على 2 تمام. يبقى هذه صارت نص في 1 زائد كوساين الاكس، يبقى هاي كتبناها بدلالة مين؟ كوساين الاكس. طيب نمرة اي بيقول لي ساين لثلاثة اكس. ساين لثلاثة اكس احنا قلنا بدنا نكتبها بدلالة ساين الاكس وكوساين الاكس، مظبوط؟ يبقى هذه فكر كويس، باجي بقول له هذه ساين الاكس زائد 2 اكس، مظبوط؟
وبعد هيك صارت هذه الصاين لمجموع قيمتين، يبقى بقدر افكها باستخدام الصاين. يبقى هذه الصاين الاكس في كوساين 2 اكس زائد كوساين الاكس في صاين 2 اكس. تمام؟ ليش؟ انا بدي اوصلها الى كوساين الاكس وساين اكس، يعني بديش اشوف في المسألة خلقة 2 اكس بالمرة ووصلها، ان شاء الله توصلها الصاين تربيع وكوساين، ما عنديش مشكلة. يبقى باجي بقول له هذا الكلام يساوي ساين الاكس مطلوبة، بس كوساين 2 اكس هذه مالها؟ مش مطلوبة. اذا كوساين 2 اكس الها بدل الصيغة ثلاث صيغ، حط الصيغة اللي تعجبك. تمام؟ بقول له كويس، والصيغة بدي اياها بدلالة كوساين اكس وساين اكس او اي واحدة فيهم، سيانة بتفرقش عندنا. يبقى باجي بقول له هاي قوس وكوساين 2 اكس، مين الصيغة اللي بدك اياها؟ 2 كوساين تربيع الاكس ناقص 1، هاي معنى كوساين 2 اكس. طيب نيجي هذه زائد كوساين الاكس في هذه 2 ساين الاكس في كوساين الاكس، هاي خلصتها كلها بدل كوساين، بس بدي عملية ترتيب وتهذيب. يبقى هذا الكلام بدي يساوي 2 ساين الاكس في كوساين تربيع الاكس ناقص ساين الاكس زائد 2 ساين الاكس في كوساين تربيع الاكس. تمام؟ طب ايش رايك هادي وهادي في بينهم ساين الاكس كوساين تربيع الاكس واثنين عمل مش، يبقى هاي 4 صح؟ يبقى بضل عندي 4 ساين الاكس كوساين تربيع الاكس ناقص ساين الاكس. تمام؟ ممكن هذه احولها بدلة الساين اللي هو 1 ناقص ساين تربيع الاكس، وبالتالي كلها بتصير بدلالة مين؟ الساين. خليها زي ما هي، هو قال لي حطها لي ساين وكوساين، يبقى هي حطيتها له ساين وكوساين وانتهت. ايه؟ وانتهت مسألتنا. تحطها بشكل آخر ما عندنا مشكلة، خليتها بهذا الشكل برضو ما عندنا مشكلة، لأن هي كتبتها له بدلالة الساين والكوساين، سواء كان مربع مكعب ما عندنا مشكلة. يعني أنا في الصورة ما عنديش إلا ساين إكس وكوساين الإكس. يبقى هذا المثال رقم 2. نيجي المثال رقم 3. يبقى مثال رقم 3 بيقول ما يأتي السولف فور ثيتا، علما بأنه وير الثيتا هذه أكبر من أو يساوي زيرو وأقل من أو يساوي 2 باي. نمرة إيه؟ بدنا جذر 3 في سك ثيتا يساوي 2. نمرة بي، بدنا ساين 2 ثيتا ناقص كوساين ثيتا يساوي زيرو. سؤال مرة ثانية بيقول لي السولف فور ثيتا، يعني حل المسألة بالنسبة لثيتا، يعني هات لي قيمة ثيتا التي تحقق من المعادلة، لأننا علما بأن ثيتا دائما أبدا دورة كاملة من صفر لاثنين باي، يعني زاوية سالبة يبعث لك الله بدي زاوية موجبة. تمام؟ بقول له بسيطة جدا. نيجي للسؤال الأول اللي هو نمرة اي. نمرة ايه بقدر اخلي الارقام في ناحية والنسبة المثلثية في ناحية ثانية. يبقى هذه سك ثيتا يساوي 2 على جذر 3. السك مقلوب مين؟ كوساين. يبقى هذا معناته انه كوساين ثيتا يساوي جذر 3 على 2. هذا معناه انه ثيتا تساوي مين الزاوية اللي جبت تمامها جذر 3 على 2؟
30 درجة يعني باي على 6. تمام؟ خلصنا؟ خلصنا ولا لسه؟ مطلوب ايه؟ خلصنا؟ استنى شوية. هيك انت جبت نص الحل. نص الحل ليش؟ لانه هنا قال لي قوسين ثيتا يساوي جذر 3 على 2 والإشارة هنا وين؟ موجبة، يعني الكوسين أخذ قيمة موجبة. باجي بسأل نفسي في الأرباع الأربعة الكوسين وقتاش بياخذ قيمة موجبة؟ معناته في زاوية في الربع الرابع جيب التمام إلها يساوي جذر 3 على 2، بدنا هذه الزاوية. اسمع شوية بس، اسمع شوية. بيجي واحد بفكر ثاني بيقول لي طب ما أنا الكوسين هذا إيفن، لو حطيت ناقص باي على 6 بتيجي في الربع الرابع. بقول له والله كلامك مظبوط، ناقص باي على 6 بتيجي في الربع الرابع، والكوسين تبعه هو كوسين باي على 6 وهو جذر 3 على 2. بقول له تفكير سليم 100%، بس يا صاحبي سالب باي على 6 مش موجودة في الانترفال هذه، لأنه هذه زاوية سالب باي على 6 موجبة سالبة، وهنا عندنا زاوية موجبة. بقول له بسيطة جدا، هات لي الزاوية اللي بتكملها ل 360 بتكون هي الزاوية المطلوبة في الربع الرابع. يبقى لما قلت 30 شو اللي بكملها؟ 330، يعني 11 باي على 6. باي على 6 ب 30 في 11 ب 330 درجة. يبقى الزاوية الأخرى هي 11 باي على 6، وثيتا يساوي 11 باي على 6. هذا حل المسألة نمرة اي. دير بالك لو كانت الإشارة هذه بالسالب لأصبح الحل في الربع الثاني والربع الثالث، يعني الزاوية تطلع في الربع الثاني والربع الثالث. طيب نمرة بي، نمرة بي بيقول لي الصين 2 ثيتا ناقص الزاوية هذه غير الزاوية هذه، مظبوط. إذا يبدأ خلي الزوايا كلهم بدلالة 2 ثيتا، يبدأ خلي الزوايا كلهم بدلالة ثيتا، يبقى الأسهل لي أن نخليها بدلالة مين؟ بدلالة ثيتا. إذا صين 2 ثيتا اللي هي 2 صين ثيتا كوسين ثيتا ناقص كوسين ثيتا يساوي قديش؟ يساوي 0. في عامل مشترك اللي هو كوسين ثيتا، بضل 2 صين ثيتا ناقص 1 يساوي 0. هذا معناه انه كوسين ثيتا بده يساوي 0، و2 صين ثيتا ناقص 1 يساوي 0، او ان شئتم فقولوا كوسين ثيتا يساوي 0 وصين ثيتا يساوي نص. تمام؟ يبقى ثيتا تساوي، الآن بدي أدور مين الزاوية اللي جيب تمامها يساوي صفر والزاوية موجودة من صفر لاثنين باي. أظن كوساين صفر بصفر، كوساين صفر بصفر لا بواحد، يبقى هذا كلام مش صحيح. يبقى مين الزاوية اللي جيب تمامها يساوي صفر؟ 90. يبقى ثيتا تساوي باي على 2، وكذلك ثيتا يساوي قديش؟ 3 باي. سهلة جدا، لو قلبت هالرسمة بتلاقي كلامنا صحيح بدون حسابات ولا تحسب على كالكوليتر ولا غيره. طيب نيجي للثانية، وثيتا تساوي مين الزاوية اللي جيبها يساوي النص؟ 30 يعني باي على 6 وثيتا يساوي، استنى شوية، الجيب موجب يعني في الربع الأول والربع الثاني. بقوله بسيطة، هذه باي على 6 مكملتها ل 180 بتكون هي اللي باي على 6، لانه جيب اي زاويه قاعده يساوي جيب الزاويه المكمله لها مش المتممه. متممه بتكون 90، مكمله بتكون 180. يبقى ثيتا تساوي 150 درجه اللي هو 5 باي على 6. يبقى كل قيمة منهم أو كل معادلة منهم إلها حلين، يبقى مسألتنا هذه إلها 4 حلول زي ما أنت شايف وليس حلين. بعض الشباب بحط على الكمبيوتر بتطلع الزاوية الحادة
بحطها وبيجي ماشي، وبالتالي ضيع نص السؤال. هذا هو المثال رقم 3. بدنا نروح للمثال رقم 4. وما أدراك ما المثال رقم 4؟ بيقول لي شو ذات، بين لي إنه نمرة ساين ثيتا زائد كوساين 2 ثيتا ناقص 1 على مين؟ على كوساين ثيتا ناقص ساين 2 ثيتا يساوي تان الزاوية ثيتا. نقول له سوليوشن. في مثل هذا النوع من المسائل بقيت تسموها المتطابقات المثلثية، بقيت كثير من الشباب من حد يطلع في المسألة بصير النبض يرتفع عنده، تمام؟ خاصة في المرحلة الثانوية. ليش؟ لأنه مش عارف يدير القوانين اللي أخذها بها تخدمه في المسألة. تو قبل قليل لما شرحنا القوانين قلنا بدك تبقى أنت الشاطر وتحرك القوانين يمين وشمال بحيث تتناسب طبيعة المسألة اللي عندك. باجي أنا بسأل بقول تان ثيتا صعبة، فكفكها ووصلها للشقة هذه، لكن هذه بقدر أشتغل فيها وربما تصل إلى مين؟ الطرف اليمين. إذا لو جيت مسكت الطرف الشمال يبقى بداجي أقول له هاي الساين ثيتا زائد كوساين 2 ثيتا ناقص 1 على كوساين ثيتا ناقص ساين 2 ثيتا يساوي. طيب إيش يساوي؟ ساين ثيتا أنا بدي إياها لأنه تان تعني ساين على كوساين، يبقى هذه خليها ما عندي مشكلة فيها. إذا مشكلتي تكمن في وين؟ في كوساين 2 ثيتا ناقص 1. في عندي أكثر من مقترح. المقترح الأول إنه أخذ إشارة سالب عامل مشترك، إيش بضل؟ 1 ناقص كوساين 2 ثيتا اللي 2 ساين تربيع ثيتا، مظبوط؟ هذا المقترح الأول. المقترح الثاني كوساين 2 ثيتا هذه إلها 3 صيغ، أشيلها وحط الصيغة اللي تعجبني من الثلاثة. بقول له بدي أحط صيغة طير لمين؟ سالب 1، يعني بدي أخاف اللي 1 ناقص ناقص إيش؟ 2 ساين تربيع ثيتا. يعني المقترح هذا أنا بديش ساين ثيتا هيها، هذه بدي أقول زائد 1 ناقص 2 ساين تربيع ثيتا ناقص 1. بدكش ورحت كتبت لهذه أخذت سالب عامل مشترك 1 ناقص كوساين 2 ثيتا، ما عندي مشكلة سيان. لكن أول ما يجي في بالك مش ما يجي تفكيري الأولاني، وإنما حيجي تفكيري الثاني إنه أشيل كوساين 2 ثيتا وحط إحدى القيم الثلاث. هذا أول ما سيطرأ على مين؟ على ذهنك. طيب بالداجة هذه كوساين ثيتا ما عنديش فيها مشكلة، ناقص هذه ما لهاش إلا صيغة واحدة، يبقى أنا مجبر عليها 2 ساين ثيتا كوساين ثيتا، يبقى بطل يصير عندي في البسط والمقام 2 ثيتا، كله بدلالة مين؟ بدلالة ثيتا. هذا الكلام يساوي ناقص 1 وزائد 1 مع السلامة. وبقدر أخذ ساين ثيتا عامل مشترك من الكل، بضل 1 ناقص 2 ساين الزاوية ثيتا على. هنا كمان بقدر أخذ مين؟ كوساين ثيتا عامل مشترك، يبقى هاي كوساين ثيتا عامل مشترك 1 ناقص 2 ساين ثيتا، هذا مع هذا الله يسهل عليه، يبقى صار عندي ساين ثيتا على كوساين ثيتا اللي هو مين؟ تان ثيتا اللي هو الطرف الأيمن وهو المطلوب. تهينا منه؟ بسيط جدا. طيب هذا يعتبر سؤال سهل، very easy. انتقل لك شوية تضحكوا ليش؟ أنا حطيت بس قيمة الكوساين والساين تان ثيتا وبس، كله لحاله راح طبيعي، بدوش تفكير. طيب نيجي ناخذ كمان سؤال، 1 ناقص كوساين ثيتا على ساين ثيتا يساوي ساين ثيتا
على واحد زائد كوساين ثيتا يساوي تان ثيتا على اثنين. هذا قصة طويلة، هذول ثلاث شغلات مش شغلتين كمان، مظبوط. يبقى بدنا نجي للحل solution. يلا فكروا لي كويس كيف التفكير الأول اللي بدنا نخلي بس أول تو تيرمز يساووا بعض، وبعد هيك بنتفاهم على باقي المسألة الذي يبقى. فتح كويس عينك وخليك دقيق النظر. أنا عندي بدي أثبت إنه التيرم هذا يساوي التيرم هذا. لاحظ الصين كانت في المقام صارت في البسط، واحد ناقص كوساين صارت تحت واحد زائد كوساين. بمعنى لو جيت أخذت الطرف الشمال واحد ناقص كوساين ثيتا على الصين ثيتا، بتقدر تخلق في المسألة واحد زائد كوساين ثيتا المرافق، صحيح ولا لا؟ يبقى أنا لو ضربت في المرافق معناته ضربت في واحد، صحيح، معناته خلقت في المقام واحد زائد كوساين ثيتا اللي هي مطلوبة عندي، وبعدك الله بفرجها يا أخي زعلان ليش. يبقى باجي بقول له بدي أروح أضرب هذه واحد زائد كوساين ثيتا على واحد زائد كوساين ثيتا، هذه اعتمدت عندك على مين؟ على دقة النظر. أنا عندي هذا الترم بدي أوصل للترم هذا، واحد زائد كوساين ثيتا هو المرافق لواحد ناقص كوساين ثيتا، وفعلا هيو صار في المقام. يبقى أنتجته بعد هيك بنتحاسب مش مشكلة وبنشوف وين بتوصل. بقول له كويس هذا الكلام بده يساوي إيش رأيك في الباسط؟ فرق بين المربعين، بدي أرجعه إلى الأصل بتبعه. يبقى الأصل بتبعه هو واحد ناقص كوساين تربيع ثيتا على ساين ثيتا في واحد زائد كوساين الزاوية ثيتا. واحد يقول لي بدي أحلل هذه واختصر، بقول له رجعت لرأس المسألة. لا ممتاز. واحد ناقص كوساين تربيع ثيتا من أول متطاقم هذه ساين تربيع، يبقى هذا بصير ساين تربيع ثيتا على ساين ثيتا في واحد زائد كوساين الزاوية ثيتا. بنختصر التربيع مع الساين، بضل ساين ثيتا على واحد زائد كوساين هه، غير هو طلعت لحالها بسهولة، مظبوط. يبقى ولا في بس ضربت في المرافق غير هو طلعت. يعني انت بتبقى مفتح كويس بتلاقي اجت معك، فكل المتطابقات اللي كانت بتزهقكم في الثانوية وبتستنوا المدرس يحلها لكم انت تنسخوا من وراء، بسيطة بس شغل مخك حاجة بسيطة مش كتير، بدناش عميق في تفكيري بس تفكير بسيط. طيب مدام هيك تعال نفكر، انا وصلت الترم الاول الى الترم الثاني، اذا وصلت الترم الاول الى الثالث او الثاني الى الثالث بنقبل حلين الاشكاليه، صحيح ولا لا؟ طب تعال افكر كيف بدي اوصل الترم الثاني الى الثالث. بقول لك بس طلع كويس في المساله، الطرف الشمال هذا كله بدلاله مين؟ ثيتا. الجواب هنا بدلاله مين؟ حول مسألك بدلالة ثيتا على 2 تبقى حليت الإشكالية ولا حاجة بسيطة، بس حول المسألة كلها بدلالة ثيتا على 2. بقول له والله كويس. يبقى باجي بقول له أن هذا صين الثيتا على واحد زائد كوساين الثيتا يساوي، بدي حول البسط والمقام كله بدلالة ثيتا على 2، يبقى صين ثيتا بقديش؟ 2 ساين ثيتا على 2 كوساين، ممتاز. وهي خلقنا في البسط الزاوية ثيتا على 2 اللي احنا قاعدين بندور عليها، يبقى البسط 2 ساين ثيتا على 2 كوساين ثيتا على 2 على. نيجي لواحد زائد كوساين الزاوية ثيتا، استنى شوية، هذه لو كانت واحد زائد كوساين اثنين ثيتا كان قلنا له هذه باثنين كوساين تربيع ثيتا، صح ولا لا؟ يبقى انا عندي في القانون هيك بفكر في الهامش،
بقول انا عندي كوساين تربيع ثيتا يساوي النص في واحد زائد كوساين اثنين ثيتا، صح ولا لا؟ مش هالعلاقة العلاقه اللي اخذناها؟ بقول له تمام. يبقى هذه لو قلت لك كوساين تربيع ثيتا على اثنين، ايش بدك تقول لي؟ نص في واحد زائد كوساين قد هذه مرتين اليمين ثيتا، هي وان واحد زائد كوساين ثيتا اللي بدنا اياها هي موجوده. يبقى ايش اعمل؟ بس اضرب في اثنين، تبقى خلصت القصه هذه. يبقى لو ضربتها في اثنين بصير اثنين كوساين تربيع ثيتا على اثنين يساوي واحد زائد كوساين الزاويه ثيتا، تمام؟ اذا في الهامش هذا اللي اشتغلته باجي بشيل واحد زائد كوساين ثيتا وبحط قيمته. طبعا انا اشتغلت لان بسمي حالي مش عارف، بس انا قادر احطها لك وامشي دغري، لكن جبت لك من وين كيف فكرت فيها. اذا بقدر اشيلها واكتب بدلها 2 كوساين تربيع ثيتا على 2. يبقى هي حولت مسالتي كلها بدلت الزاويه ثيتا على 2. اظن بقدر اقول يا 2 مع 2 ويا كوساين مع التربيع، بضل قديش عندي؟ ساين ثيتا على 2 على كوساين ثيتا على 2. قديش هذا بيعطيني؟ تان ثيتا على 2 اظن وهو المطلوب. خلصنا. ايوه الكوساين الثيتا ممكن تساوي كوساين ثيتا تساوي 2 تساوي 2. ما عنديش مشكله، عادي جدا، حول زي ما بدك بالطريقه التي تراها مناسبه. لحد هنا ستوب، انتهى السكشن. اليكم ارقام المسائل المطلوبه من هذا السكشن. هذا سكشن 1-3 مش هيك؟ يبقى هنا بنقول لكم، هكتبها لكم فوق مش الكل يشوفها. يبقى اكسرسايزز 1-3 المسائل التاليه من 1-25 الاود، 1-25 الاود، ومن 31-53، 53 كمان الأد، وياريتها قديكو بس، ومن 55-59 وزيادة عليهم سؤال 64. بس مش أكتر، وبدنا نحط عليهم كمان شغلة بسيطة اللي هو شابتر 2 اللي هو limits and continuity، وسكشن 2-1 اللي بيقول rates of a change and tangent to our tangents to curves. وأول نقطة من هذا السكشن اللي هو rates of a change definition. The average speed السرعة المتوسطة تساوي the distance traveled على the time interval. كمان definition ثاني، the average rate of a change معدل التغير او متوسط معدل التغير of y تساوي f of x with respect t
سيو اكس بالنسبة للمتغير اكس اوفر ذا انترفال اكس واحد واكس اثنين از دلتا واي على دلتا اكس وتساوي. الان بدنا ننتقل الى شابتر اثنين وهو الليميتس اند كونتينيوتي، يبقى النهايات والاتصال. حنمهد هذا الشابتر باول سيكشن، سيكشن هو ريتس اوف تشينج، معدلات التغير اند تانجنس تو ذا كيرفز والمماسات للمنحنيات. يبقى هذا السيكشن اللي حنكمله خلال الربع ساعة القادمة هذه في نقطتين، النقطة الأولى اللي هو معدل التغير، والنقطة الثانية اللي هو المماس للمنحنى. نبدأ أول شيء بالريتس أوف تشينج اللي هو النقطة الأولى اللي هي معدلات التغير. التعريف الأول The average speed يعني السرعة المتوسطة. شباب velocity معناته السرعة مقدارا واتجاها، speed مقدار السرعة بس، يبقى احنا بنتكلم عن مقدار السرعة دون الاتجاه. الافريج سبيد السرعة المتوسطة يساوي ديستانس ترافل، ترافل مسافر او يسافر، يبقى المسافة اللي سافرناها على التايم انترفال على الفترة الزمنية. وانتم في الصف السابع اعتقد بيقولوا السرعة المتوسطة تساوي المسافة على الزمن، تمام؟ هي هذه المسافة على الزمن، يعني المسافة المقطوعة على الزمن المستغرق في قطع هذه المسافة. طبعا هنا الحركة without acceleration بدون عجلة، في السرعة المتوسطة، تمام؟ طيب تلزم انسى الموضوع. بنيجي لمين؟ definition الثاني هو اللي بلزمنا هذا. The average rate of change اللي هو متوسط معدل التغير. في عندنا معدل التغير ومتوسط معدل التغير. بناخذ المتوسط وبعدين هيك بنشوف ما هو معدل التغير. The average rate of change متوسط معدل التغير الدالة y تساوي f of x with respect to x يعني بالنسبة للمتغير x over the interval على الفترة x1 و x2 is delta y على delta x. وين delta y و delta x هذه؟ خلي بالك معي كويس. الآن أنا لو جيت للمحاور ورحت قلت هذا محور x وهذا محور واي وهذه نقطة الأصل اللي هي زيرو، رسمنا منحنى لدالة اف اوف اكس فكانت بقدر الله الدالة بالشكل هذا هيك، يبقى هذا منحنى الدالة هيك واي تساوي اف اوف اكس، تمام؟ أخذنا نقطتين على المنحنى مثل النقطة هذه ومثل النقطة اللي عندنا هذه، تمام؟ أو النقطة هذه ونقطة أقرب شوية هيك النقطة هذه. هذه النقطة جيت نازل رأسي هيك لقيت أحداثي تبعها هو إكس واحد، ومن هنا جيت نازل تاني عمود تاني لقيت هذه مين؟ إكس اثنين. هذه النقطة سميتها بي، اللي أحداثي تبعها إكس واحد وإف أوف إكس واحد أو إكس واحد وواي واحد. النقطة هذه سميتها كيو اكس اثنين واف اوف اكس اثنين بالشكل اللي عندنا هذا. بدي اشوف قديش مقدار التغير في اكس وقديش مقدار التغير في واي. باجي بقول له البعد هذا هو عبارة عن مين؟ اف اوف اكس واحد. هيو الاحداثي رقم واي بالنسبة لمين؟ للنقطة هذه. بدي اجي للنقطة الثانية لان هذا الخط المنقط اللي احنا راسمينه كله هو اف اوف اكس اثنين، يبقى كله هذا اف اوف اكس اثنين. لو جيت من هنا رسمت خط افقي موازي لمحور اكس، اذا هذا يعتبر الفرق ما بين الاثنين اللي هو مين؟
اف اوف اكس 2 بدي اشيل منه اف اوف اكس 1، يبقى هذه اف اوف اكس 2 ناقص اف اوف اكس 1. هذه اللي بدي اسميها دلتا واي، الفرق في الواي. يبقى دلتا واي هذه اللي اف اوف اكس 2 ناقص اف اوف اكس 1 على. هذه كلها المسافة من هنا لهنا اللي هي اكس 2، هذه لحالها كلها المسافة اللي هي اكس 1. يبقى الفرق فيما بينهما اكس 2 ناقص اكس 1 بيعطينا المسافة هذه لاكس 2 ناقص اكس 1، المسافة من هنا لهنا. يبقى على اكس 2 ناقص اكس 1. هذا الكلام يساوي، بدي احاول اصيغ هذا الكلام بصياغه اخرى. لو جت المسافه هذه من هنا لهنا سميتها اتش، يبقى هذه هي اتش، يبقى اكس 2 ناقص اكس 1 هي اتش. اذا صارت اكس 2 هي عباره عن اكس 1 زائد مين؟ زائد اتش. اذا صارت اكس 2 هذه اكس 1 زائد اتش. اذا هذه ممكن اصيغها صياغه اخرى واقول اف اوف اكس 1 زائد اتش ناقص اف اوف اكس 1 على مين؟ على اكس 1 زائد اتش ناقص اكس 1، يبقى بضل قديش؟ اتش، وبشرط انه الاتش هذه does not equal to zero، لانه لو كانت هذه بزيرو بصير ما عنديش هنا المتوسط معدل التغير. يبقى هذا اللي كتبته هو متوسط معدل التغير. خليني اسالكم السؤال التالي، هذه كلها اللي هي دلتا واي وهذه كلها اللي هي مين؟ دلتا اكس. طب لما اقسم هذا على هذا اليس هو ميل الخط المستقيم اللي عندنا هذا هيك؟ صح ولا لا؟ يبقى هذا ميل الخط المستقيم اللي عندنا هذا اللي بسميه سيكانت، قاطع وليس مماس، قاطع للمنحنى، قطع في النقطتين بي ولي كيو. يبقى هذا الكلام بالضبط بده يساوي السلوب اوف ذا سيكانت اللي هو بي كيو. يبقى هذا ميل القطع او ميل الخط المستقيم اللي هو مين؟ بي كيو. طيب كويس، احنا ان شاء الله بعد شهر وشويه هيك بده يصير فيها نعيد الاضحى والناس بروح يزوروا بعض ويسلموا على بعض. حبه النقطه كيو هذه تروح تسلم على مين؟ على النقطه بي، وبدها تمشي في الطريق المرسومه الها وهي المنحنى واي تساوي اف اوف اكس. اجت تقصدر هيك على المنحنى، كل ما تقرب كيو من بي الاتش هذه بتكبر ولا بتصغر؟ يعني لما وصلت هنا صارت الاتش اصغر. طيب لما كيو تقترب من بي يبقى الاتش وين بدها تروح؟ تروح للزيرو. يبقى في هذه الحاله القاطع ايش بده يصبح؟ مماس. على طول الخط يبقى بده يصبح ايش؟ مماس. يبقى اذا اقتربت النقطه كيو من النقطه بي فان السكنت يصبح تانجنت، واحنا موضوعنا اللي كاتبينه تانجنت تو ذا كيرف. يبقى القاطع للمنحنى بده يصير مين؟ بده يصير مماس للمنحنى. بدنا نكتب هالكلمه هذه اللي حكيناها بالعربي. فبروح بقول ما ياتي if the point AQ approaches إذا اقتربت أو approach إذا اقتربت the point P، إذا الكيو اقتربت من بي along the curve على المنحنى
y تساوي f of x, then the secant pq, secant pq becomes a tangent, بده يصبح مماس to the curve, بده يصبح مماس للمنحنى at the point P, بصيح مماس المنحنى عند P. هذا يعني انه السلوب of the curve at P بده يساوي السلوب of the tangent at P. طيب باجي بقول ما ياتي, لو النقطة Q approach the point P, إذا النقطة Q اقتربت من النقطة P يعني صارت المسافة بينهم ضئيلة جدا, بس بتقترب مش عشوائيا, ماشي على المنحنى y تساوي f of x, نازلة على المنحنى رايحة على مين؟ على p. إذا اقتربت منها along the curve y تساوي f of x, then the secant pq يبقى القاطع هذا بده يصبح ايش؟ بده يصبح مماس للمنحنى بهذا الشكل, يبقى هذا تانجنت at P, يبقى بده يصبح مماس للمنحنى عند نقطة P. تمام؟ عند نقطة P. وفي هذه الحالة ميل المنحنى عند النقطة P يساوي ميل المماس للمنحنى عند نقطة P, يبقى المنحنى ميله عند نقطة P هو ميل المماس للمنحنى عند نفس النقطة بالضبط تماما. طب حدا بيعرف يقول لي كيف بدنا نوجده؟ بكل بساطة طبعا هناخذ السكشن الجاي, بروح باخذ الليميت لهذا المقدار لما الاتش بدي يروح لزيرو, وهو اللي بسميه ايش؟ معدل التغير. يبقى معدل التغير هو الليميت لما الاتش بتروح, يعني لو الاتش راحت لزيرو بحصل على مين؟ على معدل التغير. اول مثال بسيط جدا على هذا الموضوع, اكزامبل بقول لي find the average rate of change, find the average rate of change of the function f of theta يساوي الجذر التربيعي لأربعة ثيتا بلس 1 over the interval على الفترة من عند الزيرو لغاية 2. تحكي شلو؟ خلي القلم يحكي, بدوش يسمع حكي. شوف يا سيدي, الآن بقول لي هات لي قديش متوسط معدل التغير للدالة هذه على الفترة هذه. يبقى احنا بدنا نروح نحسب له قديش ال F of zero, يبقى الجذر التربيعي لزيرو زائد واحد يساوي واحد. بدنا كمان ال F of 2 أول الفترة وآخر, يعني F of X 2 و F of X 1, يبقى f of 2 يساوي الجذر التربيعي ل 4 في 2 زائد 1, يعني جذر التسعة اللي هو بقديش؟ 3.
الان الافريج ريت اوف تشينج اللي هو دلتا اف على دلتا ثيتا، دلتا واي على دلتا اكس، هنا دلتا اف على دلتا ثيتا، بده يساوي مين؟ اف اوف 2 ناقص اف اوف 0 على الاثنين ناقص الزيرو. مظبوط، هيك كتبنا التعريف. يبقى هذا الكلام بده يساوي 3 ناقص 1 على 2 ويساوي قديش؟ 1. صحيح. مثال ثاني كمان واخير بيقول ما ياتي. example 2 consider the curve اعتبر المنحنى y تساوي x تربيع ناقص 4x. المطلوب الاول find the slope of the curve للمنحنى at the point عند النقطة في 1 وسالب 3. نمرة ب find an equation بدنا معادلة of the tangent line خط التماس at the point في 1 سالب 3. سؤال مرة ثانية بقول اعتبر المنحنى اف اوف اكس او واي يساوي اكس تربيع ناقص 4 اكس. مطلوبين بقول قال لي هات السلوب للمنحنى عند النقطة وهات لي معادلة المماس للمنحنى عند نفس النقطة. يبقى انا اقول السلوب للكيرب بده يساوي السلوب تبع مين؟ تبع التانجنت. بدنا نجيب للسلوب تبع مين؟ تبع الكيرب. يبقى بدي اجي للمسألة اللي عندي ونشوف كيف بدنا نجيب السلوب للكيرف اللي عندنا. يبقى كتبنا قبل قليل هو دلتا واي على دلتا اكس يساوي اف اوف قديش؟ اكس واحد عندي واحد، يعني اف اوف اكس واحد زائد الاتش ناقص اف اوف اكس واحد على اتش. مظبوط. يبقى هذا الكلام بده يساوي، بدي اجي على الداله بدي اشيل كل اكس واحط مكانه اكس واحد زائد الاتش. الاكس واحد عندي بقديش؟ اللي هو واحد. يبقى بدي اشيل واحد زائد اتش، بدي اشيل كل اكس واحط مكانها واحد زائد اتش الكل تربيع ناقص 4 في 1 زائد اتش. هذا لسه كله الترم الاول ناقص اف اوف اكس اللي عندنا هذا، يبقى ناقص اف اوف 1. تمام. اف اوف 1 اللي هي مين؟ 1 تربيع ناقص 4 في 1. كل هذا الكلام على قديش؟ على اتش. تمام. يبقى هذا الكلام بده يساوي 1 زائد 2 اتش زائد الاتش تربيع ناقص 4 ناقص 4 اتش. طلع لي هذه سالب 4 وزائد 1 سالب 3، وعندك سالب يبقى موجب 3 كله على اتش. 3 بالموجب و1 بالموجب 4 وسالب 4. مع السلامة. ضل عندي هنا اتش تربيع، عندك 2 اتش وناقص 4 اتش بناقص 2 اتش كله على اتش. لو اخذنا اتش عامل مشترك بضل اتش ناقص 2 على اتش يساوي الاتش ناقص 2. هذا مين؟ الافريج ريت اوف تشينج. هذا بده يساوي الافريج ريت
اوفيت شينج يعني مين؟ ذا سلوب اوف ذا سيكنت. مظبوط. احنا قلنا لما اللي كيو تيجي نازله رايحه على بي، اذا اتش بدها تروح لوين؟ للزيرو. اذا اتش راحت للزيرو بيصبح السيكنت ماله تانجن، يبقى بصير مماس، وبصير ميل المماس هو ميل مين؟ ميل المنحنى. يبقى باجي بيقول له هنا اف اتش راحت للزيرو وي جيت ذا سلوب اوف ذا كيرف اللي هو المطلوب الاول من هنا نمره اي. مطلوب الاول تبع المساله. يبقى لما الاتش بدها تروح للزيرو وي جيت ذا سلوب اوف ذا كيرف اللي هو بده يساوي قديش؟ سالب 2. سالب 2 بالضبط هو السلوب اوف ذا تانجنت ات مين؟ ات بي. واحد وسالب 3، صحيح ولا لا؟ هايو قال لي السلوب اوف ذا كيرف هو السلوب اوف مين؟ اوف ذا تانجنت. قال لي المطلوب الثاني عندك بدي معادله المماس. المماس خط مستقيم، صحيح ولا لا؟ يبقى بدنا نجيب معادلة الخط المستقيم بدلالة ميله ونقطة واقعة عليه، صحيح ولا لا؟ يبقى باجي بقول له هنا the equation of the tangent is y يساوي m في x ناقص x نود زائد y نود. مش هذه معادلة الخط المستقيم؟ يبقى بدنا نعوض فيها ونجيب معادلة التانجنت. باجي بقول له يبقى واي يساوي الميل سالب 2 اكس ناقص اكس نود. قديش الاكس نود؟ اللي هو 1 زائد واي نود يبقى ناقص 3. يبقى بصير واي تساوي ناقص 2 اكس زائد 2 ناقص 3، يبقى واي ناقص 2 اكس ناقص 1. هذه الايكويشن اوف ذا تانجنت المطلوبه. بناء عليه وصلنا لاكسرسايزز 2-1. المسائل التالية من 1 لغاية 14 الأود. يعطيكم العافية.